بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتكلم بإذن الله تعالى عن أبواب كتاب التوحيد، نريد نشرح أبواب كتاب التوحيد. نعم. نعم، أولا لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لنا قائل لماذا ندرس التوحيد؟ خلقنا حتى نوحد الله، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، استقرار الأمن والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم،